وقمة الأسبوع الثاني عشر. ضيع الرائد مولودية الجزائر فرصة تعميق الفارق عن المطاردين بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي في كلاسيكو الجزائر أمام شبيبة القبائل، نقطة ثمينة عاد بها الكناري تبقيه في وسط الترتيب. جولة شهدت تألق أربعة أندية عادت بالزاد كاملا من خارج الديار، يتقدمهم وفاق سطيف الذي فاز على مقرى ليرتقي للصف الثاني، هو حال نادي بارادو الذي فاز على الاتحاد الرياضي السوفي برباعية كاملة مقابل هدف واحد. اتحاد خنش الأول آخر حقق الأهم في تنقله إلى بشار والفوز على شبيبة الصورة بهدف نظيف، مكبدا بذلك أول هزيمة للصورة داخل الديار. وبنفس النتيجة عاد اتحاد الجزائر من أشلف، فوز ثمين بعد سلسلة من النتائج السلبية. وهو حال نجم بن عكنون الذي انتفض أخيرا وحقق فوزا هاما ومعنويا على مولودية وهران التي تعاني في بداية هذا الموسم. فيما فرض اتحاد بسكرة التعادل الإيجابي على شباب قسنطينة بأرضية ميدانه وأمام جماهيره. جولة كانت منقوصة من مباراة شباب الوزداد مولودية البيض.